النقص في الخبرات القانونية مثل النقص في القضاء اللي عندهم فهم كامل للشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والدولية المعاصرة. هناك قضايا تتعلق بالعدل والنزاهة واللي ممكن إنها تتأثر القضايا القانونية بالتحيز الشخصي والرشوة أحياناً في مجتمعاتنا عموماً. سلام. الصبر والنفس الطويل صفة للناس اللي بدها تحصل ثمار صبرها تحت أي ظرف، وهالشي بينطبق على أي مجال أو معضلة بهالحياة، إلا في حالات قضايا الطلاق في بعض البلدان واللي غالباً بيكون الصبر فيها نتيجته الضرر بسبب طول أمد التقاضي في المحاكم الشرعية. بعض القضايا في المحاكم الشرعية وخاصة في بلداننا أشبه بساحة حرب، عدة جولات وصولات من النزاعات اللانهائية بين الأزواج، عدا عن واحد بده يشارك بهاي الحرب من هون أو قريب من هون أو أخ أو حما وغيرهم من بعض المحامين الموكلين بهذا النوع من القضايا اللي بخلوها فعلياً معركة دائرة بين عائلات مش بس بين زوجين، وبتستمر هاي المعركة لحين الحكم وانهزام أحدهم وانتصار الآخر رغم إنه الجميع خاسر بطريقة أو بأخرى لغايات انتزاع الحقوق من الطرف الآخر، أو بتنتهي بعد الكر والفر والرحلة المريرة في أروقة المحاكم الشرعية اللي ممكن فعلياً وحرفياً تستمر لسنوات، وبتضطر وغالباً بتكون المرأة لرفع الراية البيضاء والتنازل عن مؤخرها لتحصل على الطلاق، أو حتى تضطر للاستغناء عن حضانة الأولاد لعدم كفاية مبلغ النفقة لتصرف على نفسها وعلى أولادها. وبسبب سوء الأحوال الاقتصادية بيضل موضوع النفقة واحد من المشاكل الشائعة والكبيرة بهاي المحاكم، لأن المماطلة في اتخاذ قرار بعرقل وصول النفقة لمستحقيها لعدة أشهر، واللي بتضل فيهم المرأة طيلة هاي الفترة هي وأطفالها بدون نفقة، وبتتفاقم المشكلة مع عدم وجود معين، وممكن كمان يستغل الطرف المنفق أي ثغرة قانونية يقلل فيها من مبلغ النفقة الشهري، وهالشيء أحياناً بيضطر المشتكية لأنها تدفع مبالغ إضافية لقاء رفع دعوى جديدة في كل مرة بتهرب الزوج من التزاماته. في كمان معضلة كبيرة بتواجه أطراف الخصومة في المحاكم الشرعية وهي المحضرين، وما أدراك ما المحضرين. فالمركز الوطني لحقوق الإنسان كشف في تقرير أصدره عام 2006 ملاحظات بتتطابق مع ما ورد في شكاوي عدد من النساء، واللي بيشير لوجود نقص في المحضرين اللي بيبلغ عددهم في عمان 33 موزعين على 13 محكمة شرعية، وهذا على سبيل المثال. التقرير إجا تحت عنوان حقوق الإنسان في إقامة العدل، بيكشف انتشار الرشوة بين المحضرين، وكمان بيورد وصف شائع بين المحامين بأن التنفيذ القضائي مقبرة للقضايا، مستدل في ذلك بالشيء اللي بيحصل فعليا من زيادة في معاناة أطراف الخصومة بسبب بطء الإجراءات وكثرة القضايا وتدني الإنجاز. وكثير من الأحيان نقدر نعتبر الطلاق أو الحصول عليه نص المصيبة مش انتهائها أبداً، لأن الكابوس القانوني والبيروقراطي اللي بتعيشه المرأة للحصول على الطلاق رح يلحقه رحلة محبطة عند تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وإعالة الأطفال والعمل والتربية والرؤية والمشاهدة، لأنه كثير من المطلقات نفسهم بعد وقت وسنين من الزواج بتطلع زي ما بنقولها من المولد بلا حمص، يعني معدمات بسبب المعيقات الحكومية عن تنفيذ هاي الأحكام. أما بالنسبة للمشاكل اللي بتواجه عدد كبير من النساء في قضايا الحضانة فهي كثيرة وكبيرة للأسف، فهناك أسباب ممكن بموجبها تسقط حضانة الأم لأطفالها، مثل إثبات الزوج بأنه هناك إهمال من الأم للأطفال بسبب طول ساعات العمل، أو بسبب مرض الزوجة بمرض يمنعها من تربية الأطفال، أو زواج الأم من رجل آخر، أو بلوغ الطفل الذكر سن 15 عام بحيث يتم التخيير في الحضانة للطفل أمام القاضي سواء كان بده الطفل أنه يقيم مع والدته أو مع والده. مشاكل القضايا الشرعية وتنوعها بتعتمد على السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتفسيرات المختلفة. واحدة من المشاكل الرئيسية مثل التفسيرات المتعددة للنصوص الدينية اللي ممكن إنها تؤدي لاختلاف في الفهم والتطبيق، وفي بعض الأحيان العادات والتقاليد المحلية اللي ممكن إنها تتعارض مع الشرع، وهالشي ممكن يقود إلى تعقيدات أخرى.
في وقتنا الحالي العولمة والتطورات الحديثة في المجتمع بتقدم تحديات جديدة للقضايا الشرعية مثل الفقه في العمليات المالية والمعاملات، الأخلاقيات الطبية والتكنولوجيا. أما التأثير السياسي اللي قد يتداخل أحياناً مع القضايا الشرعية بسبب القوانين والتشريعات واللي بيعقد الأمور أكثر، ما بدنا ننسى إن هناك نقص في الوعي أو التعليم حول القضايا الشرعية واللي بيؤدي لتفسيرات خاطئة أو سوء الفهم. من الجدير بالذكر إنه هاي المشاكل قد تكون موجودة في مجتمعات مختلفة وبدرجات متفاوتة، وإن الحلول لازم تكون متوازنة وملائمة للسياق المحلي. أضف لذلك النقص في الخبرات القانونية مثل النقص في القضاء اللي عندهم فهم كامل للشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والدولية المعاصرة. أيضاً في بعض الأحيان هناك قضايا تتعلق بالعدل والنزاهة واللي ممكن إنها تتأثر القضايا القانونية بالتحيز الشخصي والرشوة أحياناً في مجتمعاتنا عموماً. بتواجه المرأة تحديات خاصة في المحاكم الشرعية بسبب الثقافات البالغة التحيز والتحيز الجنسي. ما في زوج أو زوجة تحديداً بيوصل الأمر فيه لرفع قضية إلا لأنهم استنفذوا كل حلول الإصلاح وما زبطت، أو اليأس من إنهاء حياة بائسة ويائسة بهدوء أو بأقل الخسائر الممكنة. لهيك بتسلك عادة المرأة طريق أقل ما يقال عنه شائك ومتعب ووعر، والدخول بدهاليز مظلمة في أروقة هاي المحاكم اللي استحالة فيها تنتهي برضا الطرفين. لهيك دايماً بيجي الحل من صلب تعاليم ديننا الحنيف وفق مضمون الآية الكريمة: إنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أتمنى لكم بيوت هانئة دافئة وهادئة في كل الأوقات. أنا شادن صالح، ما تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي لينكاتها ظاهرة في أسفل الشاشة. سلامات.